وقعت جامعة الشارقة ومدينة الشارقة للإعلام الشمس مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الابتكار وصناعة الإعلام وريادة الأعمال، بهدف تأهيل وتدريب طلبة الخريجين وتشجيعهم على إنشاء مشاريعهم الخاصة والاستفادة من أصحاب المواهب في رفد القطاع الإعلامي بأفضل الكفاءات البشرية. وتنص المذكرة على تعاون الطرفين في مجال تبادل ونشر البحوث والدراسات والاستشارات الخاصة بتنمية الصناعات الإعلامية وتنمية الأعمال وتطوير البرامج الأكاديمية، إضافة إلى الاستفادة من الإمكانات والمرافق المتوفرة في تنظيم المؤتمرات والمعارض.